اليوم حنحكي عن الأغذية اللي بتخفف الجفاف اللي ممكن يصيب الجسم بالصيف وبرمضان ومع الصيام، بنفس الوقت بتساعدنا على سهولة الهضم وراحة الجهاز الهضمي. من أول الأشياء اللي إحنا بنركز ونحكي فيها بذور الشيا اللي هي الشيا سيد، اللي هي منتشرة مؤخراً بطريقة كتير كبيرة. الشيا معروفة إن هي بتقدر تمتص مي بكمية 9 إلى 12 ضعف حجمها هي، فهي عم تمتص مي بطريقة كتير كبيرة بتساعدنا على التخفيف من الجفاف. بنفس الوقت من فوائد بذور الشيا اللي إحنا بنقدر نحكي عنها إنه هي فعلياً بتساعد على المحافظة على توازن الأملاح اللي موجودة بالجسم، مشان هيك بنقدر نخفف من الجفاف. الأكلات الثانية اللي بنقدر نحكي عنها الألبان الغنية بالبروبيوتكس. البروبيوتكس من الأشياء اللي بتساعدنا على سهولة الهضم وراحة الجهاز الهضمي. اللبن معروف إنه هو غني بالبروتين، فبيساعدنا على شعور بالشبع خلال فترة الصيام اللي عنا، بنفس الوقت بنكون مرتاحين. ليش الأكلات الثانية اللي بنقدر نحكي عنها؟ بنقدر نحكي عن الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضار، مثل المخبوزات السمراء اللي هي عم نحكي عن الخبز الأسمر، المعكرونة السمراء، وكل هذه الأكلات الغنية بالألياف. طب ليه إحنا بدنا الألياف؟ لأنها الألياف تمتص الماء وبتساعدنا على التخفيف من الجفاف، بنفس الوقت بتساعد على راحة الجهاز الهضمي. بدنا نشرب مي بكميات كبيرة ومنيحة اللي هي 8 ل 12 كاسة مي باليوم. بدنا نخفف من المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة لأنها بتساعد على زيادة إدرار البول. بدنا نخفف من مشروبات الطاقة عشان هي سيئة للجسم وبنفس الوقت بتساعدنا على إزالة كميات كتير كبيرة من المي من الجسم مما بيؤدي للجفاف. ديروا بالكم على صحتكم، اشربوا مي بكميات منيحة، خذوا من الأكلات اللي حكينا لكم عليهم، صيامكم مقبول، وإن شاء الله بشوفكم بالحلقات الجاية.